هذا آيات بينات للعام 2020 نبنيها بسواعد الجميع بقيمنا بالنجاح والتميز والاجتهاد منع انتشار هذه العدوى، ولهذا يجب علينا كتلاميذ احنا بنوجه نداء للسيد وزير التربية. احنا بالنسبة لنا كأولياء زرنا بعض المناطق الظل، وجدنا أن وسائل البروتوكول الصحي ناقصة بزاف. إذا فكرنا على أساس حتى نغطوا هذا النقص هذا لازم نجمدوا بعض المنظمات كما لافاس لاماس لاميتويال ولو فوسام ولا سوليداريتي. هذو المبالغ المالية اللي راهي تدخلهم لازم يتجمدوا هذو باش هذوك المبالغ المالية تتحول إلى البروتوكول الصحي، حتى تكون عندنا كوفرتور كاملة بالنسبة للبروتوكول الصحي. وعندنا سنة دراسية، ماهوش يوم دراسي، هذه سنة دراسية، يعني يوميا راه كاين وسائل تستعمل. وباش نكوفروا هذا الغطاء نكوفروا، يعني نعطيك مثال على مستوى ولاية معسكر، عندنا 235000 إيلاف. لو كان هذه 235000 إيلاف التسجيلات راهي تقريبا 14000، إذا هذه 14000 لو كان نضربوها في 235000 سي دي مليار. إذا نقدروا نكوفروا هذه العملية هذه. البلدية يقول لك ما عنديش دراهم، وإذا وفر يوفر القليل، وخاصة في المناطق الظل هذه.